عالهوا عالهوا سوا طول سوا طول ما بيبعدنا المكان سوا عالهوا من ميشيغان وواشنطن من يوم اللي اتكون يا وطن الموت كنا سوا لا يوم اللي بيعتك يا وطن الغيب رح نبقى سوا من ميشيغان on WNZK 690 AM ومن واشنطن on WDMV 700 AM سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا لما نكون سوا يا حياتي سوا دايب بالهوى ما تعد الصعب ما تقولي لي روح أنا ما بدي روح بعيونك مشلوح ليلة ليلة يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633 البرنامج يبث لمستمعين يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM ولمستمعين في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120 يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300 الإضافة عبر سكايب US Arab Radio للاستماع للبودكاست usshammedia.com السيدات والسادة أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوا على الهواء من ميشيغان واشنطن عبر أثير صوت العرب من أمريكا. أحزنني وأحزن العديد من أبناء أمتنا العربية ما آلت إليه الأزمة السورية حاليا بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي توقف مساعداته لأكثر من 5 مليون لاجئ ونازح سوري في وقت يمر عليهم ما بين جوع وشدة البرد وسوء الأحوال الأمنية من كل جانب. البرنامج العالمي بحاجة إلى 42.5 مليون دولار إضافية للتمكن من تغطية نفقات توزيع مساعداته الغذائية حتى نهاية الشهر الحالي. فقط 43 مليون دولار لإحياء شعب وإطعام أبنائه. فقط أعيد 43 مليون دولار لإحياء شعب وإطعام أبنائه. يا حسرة على وضعنا العربي لو نظرنا إلى تقرير العام الماضي من منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو من الزيادة الكبيرة في كميات الغذاء المهدرة والتي المهدورة عفوا والتي تلقى في سلات المهملات سنويا في المنطقة العربية تزيد عن 100 مليون دولار سنويا. وأكد التقرير أيضا إلى أن المهدر من القمح في المنطقة العربية يصل إلى 16 مليون طن سنويا وهي كمية تكفي لإطعام ما يتراوح بين 70 و100 مليون شخص. نعم وللأسف 100 مليون شخص ونحن نحتار الآن في إطعام 5 مليون سوري يموتون في ظروف الحروب التعيسة. هناك أحوال المهجرين والسوريين في الخارج أسوأ وأضل سبيلا. السيدات والسادة نناقش اليوم الأزمة السورية وتحديات الغذاء العالمي حيث أسعد باستضافة عديد من الناشطين والصحفيين وعبر العالم. معي من القاهرة ستكون معنا ميساء حسين عضوة رابطة سوريات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من أمستردام رامي حسين صحفي مستقل وعضو رابطة الصحفيين السوريين، من بيروت مالك أبو الخير إعلامي سوري، من تركيا سردار الملا درويش صحفي واتحاد وعضو اتحاد الصحفيين السوريين أيضا،
مسعود عكو سيكون معنا طبعا. ينضم إلينا الزميل العزيز مسعود عكو. للأسف لا نعرف حسب الظروف المتاحة للزملاء من انضم إلينا الآن. أعتقد مسعود صباح الفل. مسعود صباح الخير أو مساء الخير ليلى بالنسبة لتوقيت أوسلو. من أوسلو شكرا لهذه الفرصة وشكرا لك دائما أنك تسلطين الضوء والأضواء حقيقة على هذه المآسي التي نعيشها ساعة لساعة في سوريا وفي دول الجوار السوري لواقع اللاجئين والنازحين السوريين. نعم. أيضا معنا من لبنان زميل عزيز مالك أبو الخير. مالك صباح الخير. صباح النور يا هلا. رامي انضم إلينا من أمستردام. رامي حسين زميل. رامي صباح الخير. صباح الخير ست ليلى لك وللسادة المستمعين وشكرا لك على استضافتنا لهذا اللقاء. أيضا معنا من تركيا زميل سردار الملا درويش. صباح الخير يا سردار. سردار سردار تسمعني؟ أيضا مساء الخير لك وللسادة المستمعين ليلى وشكرا لك. أهلا مرحبا بك. فارق التوقيت يعني هنا في ساعات الصباح الأولى وطبعا يعني صباح الخير من أمريكا ومساء الخير لزملائنا الأعزاء. طبعا أيضا معنا من سوريا انضم إلينا الزميل العزيز علاء عرنوس. علاء معنا؟ علاء صباح الخير. صباح الخير لك. صباح الخير ومساء الخير لك من دمشق زميل علاء عرنوس. لا شكرا لك. يعني نحاول أن نغطي حول العالم وهناك ظروف صعبة لكم. يعني كان الله في عونكم خاصة في مناطق النزاع. الزميل مالك أبو الخير حاول أن يكون معنا وهو الآن في منطقة عرسال. بداية أبدأ معك مسعود. كيف يمكن أن نعطي وصفا دقيقا لما وصلت إليه الأزمة السورية إنسانيا حاليا؟ يعني إحدى الكوارث البشرية التي حقيقة في 100 سنة الماضية. يمكن أن تتعدى الأزمة السورية هذه كل التوصيفات بما يعني نصف الكوارث أو المشاكل التي تواجه البشرية. يعني حتى اللحظة سوريون يموتون يوميا، 100 إنسان تقريبا يموت ويقتل في سوريا بسبب الحرب الدائرة فيها وخاصة قصف البراميل من قبل النظام السوري. و مع الأسف وحزنا أقول ذلك، يعني السوريين يموتون جوعا في سوريا وأيضا في دول الجوار السوري. ملايين الدولارات ترصد للسلاح وترصد لدعم قوات التحالف الأمريكي الآن التي تحارب داعش. مليارات الدولارات تصرف على يعني برامج مثل عرب آيدل وذا فويس وهذه البرامج التي تعرض على قنوات عربية. ملايين الدولارات تصرف على هذه البرامج ولكن 60 مليون دولار لا تستطيع منظمة الأغذية العالمي تأمينها لتأمين احتياجات أغذية وحليب الأطفال والأدوية للاجئين السوريين في لبنان. فهذا معيب جدا بحق البشرية ومعيب جدا وعار على جبين الأمة العربية والإسلامية. كيف يموت شعب تملك دول عربية يعني ثلثي الاحتياط النفطي العالمي؟ يعني ميزانية بئر نفطي سعودي تكفي لإطعام 8 مليون لاجئ سوري الآن في دول الجوار السوري. نحن لا نشحذ ولكن الأزمة السورية فرضت علينا أن نطلب ذلك. يعني حقيقة مآسي معيب جدا. يعني أشعر بالعار وأشعر بالحزن لما آلت إليه ظروف السوريين سواء داخل البلاد الذين وصلوا حتى إلى أكل لحم الكلاب والدواب وأوراق الشجر، وفي دول الجوار في لبنان يموتون بردا، في تركيا في 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 العراق وفي الأردن. يعني في هذه الصحراء الباردة يعني أمطار غزيرة يعني والسيول جرفت خيامهم. يعني لا توصيف حقيقة. يعني مآسي. هذه كوارث حقيقية، كوارث مسعود. طبعا سنغطي كل ذلك خلال برنامجنا. يعني هذه صرخة محقة جدا بعدما آلت إليه أحوال اللاجئين. وطبعا أنتقل بالسؤال نفسه إلى الزملاء العاملين على الأرض الآن. مالك أنت في عرسال، كيف توصف الأزمة الإنسانية الآن؟
مساء الخير. أول شيء حاليا عملي ما بين المخيمات ما بين عرسال والبقاع وليس عرسال لحالة. نعم. أغلب المخيمات الموجودة بين البقاع وعرسال هي مشكلتها واحدة، اللي هي طبعا أغلب الساكنين هم بالمخيمات، وضع المخيمات سيئة وخاصة بعض الأمطار اللي عم تهطل هلأ حاليا. يعني المقيمين بضمن هاي الخيام كأنهم مو ساكنين ضمن أي شيء، يعني المية عم تزرب عليه هون، المية حتى عم تفوت وتغرق بعض الخيام. اليوم شهدنا عدة خيام انغرقت واضطر أصحابها أنهم يهربوا باتجاه خيام أخرى، يعني خيام أخرى نتيجة سيلان الأمطار. هذا أمر صار طبيعي بالنسبة للسوري، ما صار فيه يعني مكرر حتى الحديث فيه، وأصبحنا عم نحكي عنه من سنتين لأكثر، يعني عم نرجع نعيد بنفس الحديث من دون أي نتيجة. حتى إذا نشرح وضع السوريين الموجودين هون بلبنان، طلعت مئات التقارير الصحفية وحتى التلفزيونية اللي كلها عم تحكي عن وضع المأساة السورية باللجوء، لكن للأسف كمان كانت ضمن دون نتيجة. إذا بدنا نحكي عن وضع توصيفيا، حالي من الفقر الشديد، حالي من البؤس الشديد، شح كبير بالمساعدات، حتى شح كبير بالمواد الطبية. في أشخاص عم يعجزوا عن تأمين علاج مواد، يعني مواد طبية بسيطة جدا وسعرها جدا بسيط، عم يعجزوا عن تأمينها نتيجة عدم توفر المال بين إيديهم. في انتشار للأمراض حاليا بين الأطفال خاصة بفترة الشتاء، كمان عم نعجز عن تأمين دفعات للدواء لهم بحكم عملنا. في تسرب كبير كمان للأطفال عن التعليم، كارثة حقيقية. يعني أي حدا في أي مجتمع أو أي دولة عبر التاريخ عايشت وضع النزوح واللجوء والمخيمات بتعرف هذا الشيء، لكن يمكن حجم الكارثة السورية بهي المنطقة كان الأكبر نتيجة أنه 4 سنين من الإهمال المتواصل وليس 4 سنين من الكارثة. يعني في كارثة موجودة لكن في إهمال بمعالجة هاي الكارثة، إن كان على الصعيد السياسي اللي عم يتاجروا فيها أكثر، أو على الصعيد الإنساني اللي عم يتمانعوا عن تقديم مساعدات أكثر. في تسهيلات ممكن ما معينة، إن أخي منساعدهم على اللجوء لكن ما منساعدهم على العودة إلى سوريا، منقدم مساعدات ضمن إطار معين بما يتناسب مع كل دولة، هاي دولة وشو سياستها. بالنهاية المواطن السوري عم يأكل حجم، أو ما خلينا نقول عم يكون له النصيب الأكبر من سوء سياسة الدول اللي هين موجودين فيها. طبعا مالك توصيف رائع جدا للأزمة. برنامجنا اليوم يهدف إلى وضع أخذ آراءكم وبعين الاعتبار طبعا، ومشاركة مستمعينا في كل مكان بما يحدث الآن. طبعا الحديث فيه عبر القنوات مرارا وتكرارا، لكن نبغي من وراء برنامجنا اليوم أن يكون لنا أن أيضا نشارك في وضع حل ولو كان بسيط، عبر نداءات المتكررة للسوريين، للعراقيين النازحين، لما نشاهده الآن من أزمة إنسانية عجزت عنها حتى الأمم المتحدة. طبعا بعد الفاصل مباشرة نكون معكم أيضا في نفس السؤال، وعلى الأرض على عرنوس يخبرنا كيف هي الأزمة حاليا في الداخل السوري بعد الفاصل. سوا على الهواء، سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجو، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. قبل أن نستمع إلى الزميل علاء عرنوس من داخل سوريا، تقرير بسيط يرصد تعليق البرنامج الغذائي العالمي للمساعدات كيف يزيد من معاناة اللاجئين السوريين. نستمع ومن ثم نستمع إلى تعليق الزميل علاء عرنوس. يبدو الشتاء قاسيا على أكثر من 1,700,000 لاجئ سوري في تركيا والأردن ولبنان ومصر، وذلك بعد أن أعلن برنامج الغذاء العالمي تعليق المساعدات للاجئين السوريين بسبب الأزمة المالية ووقف صرف بطاقات الحصول على الطعام. يا الله ما يكفيني البرد، لا عندي حرامات غطى بالعافية، لا عندي سفنج. هون في وحدة شحدتنا سفنجي، سفنجتين وحدة هالقدة نايم هذا عليه، وحدة هيك كبيرة نايمة ثلاثة عليه. يعيش الكثير من الأطفال حفاة ومن دون ملابس مناسبة تقيهم البرد.
يعني بهالصواب كمان والصواب يا شعلي ما عم ندفع وحل مثل ما ثمانك شايفي. انا صار لي هون بلبنان سنة عايشة على ورقة الامم على الامم وبس، ما في عنا يعني انه شيء من برا معنا. برنامج الغذاء العالمي وجه نداء لجمع 64 مليون دولار بشكل عاجل لمساعدة اللاجئين في شهر كانون أول الجاري. وتؤكد المفوضية العليا للاجئين أن فصل الشتاء يعد مرحلة صعبة على اللاجئين فضلا عن التداعيات الكارثية بسبب تعليق المساعدات. تعليقك مباشرة علاء، أنت في قلب الأزمة أيضا، يعني ليست فقط أزمة لاجئين في الخارج لكن أزمة نازحين في الداخل، كيف تصف الأزمة؟ نعم ليلى، بداية دعيني أحيي جهودكم المحمودة في الوقوف على جوانب معاناة السوريين، كما أوجه تحيتي للزملاء الضيوف. أتحدث إليكم الآن من ضحية دمشق الجنوبية، وبصراحة أقف في العراء للحصول على تغطية أفضل، وعلى ما يبدو أن الأجواء في الجوار باردة مع هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة طوال الليل. معظم مناطق دمشق التي تأوي النازحين تكاد تنعدم فيها وسائل التدفئة والكهرباء. ولكي أضعكم في صورة الوضع الحقيقي قدر ما أمكن عزيزتي ليلى، العائلات النازحة في المناطق الآمنة نسبيا في الداخل السوري ليس لها مرجعية رسمية. أغلب المساعدات التي تصلها من الهيئات الأممية تتم عن طريق النظام وقنوات متصلة به، وهي شحيحة غالبا وتقتصر على الأغذية المعلبة وبعض الحبوب. بالنسبة لأسعار الوقود خلال الأيام القليلة الماضية وصلت إلى أسعار جنونية وهي عصية على الأسر الميسورة. حتى فعلى سبيل المثال يصل سعر لتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، يعني الجالون الأمريكي وفق الحسابات يتعدى سعره 15 دولار أمريكي، فيما تبلغ أنبوبة الغاز مثلا على سبيل المثال في الأسواق حوالي 25 دولار، وهي أسعار لا تستطيع أن تدفعها أو تدفع ثمنها حتى الأسر الميسورة في هذه الأوضاع. أيضا هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لأسر هربت من نيران المعارك أصبحت تتواجد في مناطق دمشق وأحيائها الآمنة، يعني تعد وجهة غير مرغوبة في انتشار الشبيحة، رجال الدفاع الوطني، للجيش، الحواجز الأمنية، التهديدات الأمنية، كلها تؤثر بشكل أو بآخر. بعض مناطق المزة 86، المزة خزان مدرسي، تصلها كافة أنواع وأشكال الوقود وأساليب التدفئة، الكهرباء متوفرة تماما هناك، بينما في المناطق الأخرى التي تتواجد فيها لنقل غالبية غير مؤيدة للنظام تخضع لحصار شديد، ضغوطات وتهديدات. أغلب اللاجئون في الداخل السوري سواء في مناطق نفوذ النظام أو في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يعانون من أزمات كثيرة، من ارتفاع في أجور السكن، التهديدات الأمنية المختلفة التي تتعلق بانتمائهم الديني أو المناطقي، فضلا عن عجز للمنظمات الدولية في إيصال أي نوع من المساعدات لأغلب تلك المناطق باستثناء وصولها عن طريق قنوات النظام. أثبت لنا دائما ولدينا أدلة طبعا أن النظام يلجأ إلى سرقة هذه المعونات وبيعها في السوق السوداء وفق أسعار وآليات تخصه وحده. نعم نعم علاء، يعني توصيف لا أعرف كيف يمكن لأي إنسان لديه ذرة من ضمير أن يتحمل ما سمعناه الآن. أعود إلى الأرقام الحقيقية. نعم نعم. أيضا وصلني الآن عبر المكتب الإعلامي أيضا عدد من البراميل تسقط على مدينة داريا في هذه الأثناء، مع ضمية الشام إغلاق جزئي للطريق الذي يصل إلى 25 ألف مدني متواجدين داخل المدينة. مع ضمية الشام طبعا تعاني منذ أسبوع من ضغط هائل على حواجز المنطقة وحملة اعتقالات أيضا تطال المدنيين، يعني الوافدين إلى المدينة أو الخارجين منها. هناك 25 ألف مدني في ضمية الشام يخضعون لضغوط شديدة، منع من دخول الوقود، الخبز، المواد الغذائية والتموينية الرئيسية. هذا ما وصلني الآن عن طريق المكتب الإعلامي. طبعا نعم. طبعا سأعود معك لمعرفة تصورك لكيفية المساعدة، يعني نود أن نطرح الحلول ونود أن يستمع من يتابعنا الآن عبر العالم إلى هذه الأرقام، إلى هذا الوضع الحالي في الداخل السوري. أعود لك سردار، هل الصورة أفضل حالا في تركيا؟ سردار
نعم ليلى. بالنسبة لحال اللاجئين السوريين، أعتقد أن حال اللجوء بشكل عام نستطيع أن نعتبره من الحالة السيئة، ولكن في الواقع المؤلم الذي يعيشه السوريين هناك فروقات بين بعض الدول. فمثلا نحن محصورون في اختيار بين الأسوأ والسيئ، ولكن إذا أتينا إذا كانت الأوضاع في تركيا سيئة ففي الدول المجاورة الأخرى الأمور أسوأ للأسف. بالنسبة للوضع في تركيا، يوجد هنا بعض السوريين الذين يقومون في المخيمات اللاجئين، ولكن النسبة الكبيرة من السوريين يعيشون في المدن التركية. ولكن أيضا المعيشة في المدن التركية لا تقتصر على المساعدات من تركيا أو من منظمات الأمم المتحدة. فالفرد السوري عليه أن يعمل حتى يستطيع أن يقوم بإدارة حياته المعيشية. أما بالنسبة لمخيمات اللاجئين، صراحة نحن نعاني من مشكلة كسوريين، لا نعرف ماذا تحدث في المخيمات السورية. المخيمات السورية لا يوجد تسليط الضوء بشكل تام عليها في تركيا أو حتى في الدول الأخرى. فمثلا قبل فترة حاولنا أن نحاول الوصول إلى المخيمات الموجودة، لا يوجد هناك موافقات طبعا للدخول إلى المخيمات ولا لتصوير الحالة الموجودة فيها، ولا يوجد أيضا أوراق شفافة تطلعنا على الوضع القائم ضمن المخيمات. فالحالة العامة هي حالة سيئة للأسف. السوري يعتمد على نفسه لكي يعيش حتى في تركيا. طبعا تركيا رغم كل شيء تعتبر أفضل من تواجد من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان أو في الأردن أو في العراق. شكرا سردار. أعود لك زميل مسعود، هل يمكن إذن اعتبار مليون لاجئ أو أكثر قليلا واقعيا، أم أن الأعداد أضعاف استنادا إلى سمعنا الآن من الزملاء؟ لا مطلقا، الرقم يتجاوز 4 مليون سوري في دول الجوار. 1,200,000 إنسان تم تسجيله رسميا عن طريق المنظمة العالمية UNHCR يعني في تركيا، وهناك أكثر من 300,000 إنسان سوري مسجل في كردستان العراق. هناك حوالي 40,000 سوري تقريبا الذين هربوا من دير الزور إلى داخل حدود الأراضي العراقية وهم غير مسجلون الآن في يعني ملفات الأمم المتحدة. أضف إلى ذلك أن لبنان تجاوز 1 مليون إنسان سوري على أراضيها. الأردن كذلك الأمر، يعني في مصر أعتقد الآن هناك زميلة لنا ميساء ممكن تخبرنا أكثر عن أرقامه، لكن ممكن لتجاوز 50,000 سوري في مصر. في دول الخليج العربي يعني إذا قمنا بتعريف اللاجئ فهناك حوالي 8 مليون سوري لاجئ، يعني عمليا حتى الذين في تركيا هم لاجئون، حتى الذين في دول الخليج هم لاجئون، ولكن بحيث أنهم لا يستطيعون حتى الحركة الذهاب إلى أي بلد آخر. عفوا فقدنا الاتصال بالزميل مسعود دعكم، ناخذ فاصل الإعلان وسنكون معكم متابعينا لما كان يقوله الزميل مسعود دعكم بعد الفاصل مباشرة. نأسف لهذا العطل الخلل الفني. سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا. منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، باك، ريجو، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم. عودة مع زميل مسعود، كان هذا الخلل من أمريكا للأسف وليس على أساس أمريكا صاحب أكبر انتفاض العالم. نعم يعني رسميا وفق الأمم المتحدة تجاوز عدد اللاجئين السوريين 3 مليون، هذا في شهر أغسطس. يعني كان هناك تقرير من الـ UNHCR يتكلم عن ذلك. الآن يعني إذا قمت بالبحث على الإنترنت، يعني على الأقل الأردن فيها نصف مليون تقريبا، يعني لبنان تجاوز 1 مليون، تركيا تجاوز 1 مليون، يعني في العراق كما قلت لك مسجلون في كردستان العراق، قالت حكومة كردستان رسميا أن هناك 250,000 سوري على أراضيها. يعني
في الجزائر، في 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 دول الخليج كما قلت، يعني في هناك سوريون مقيمون في الخليج لا يستطيعون ترك هذه البلاد، يعني هم أصبحوا بأشبه بلاجئين، يعني لا توجد لهم جوازات سفر، لا يمكن تمديد الإقامة، فأصبح وضعهم استثنائي، وضع غير أغلبهم غير قانوني حتى. يعني هناك اليوم أكثر من حوالي 50,000 سوري في السويد، يعني بسبب الحرب أخذوا اللجوء السياسي أو الإنساني ومنهم ينتظر. هنا في النرويج يعني استقبلت الدولة النرويجية رسميا 1,000 سوري من تركيا ولبنان، يعني عن طريق الأمم المتحدة. إذن أصبح اللاجئون السوريون يعني موزعون على جميع أنحاء العالم، ورقم 1,200,000 أو ما بعرف قديش كان الرقم من عندك، هذا رقم صغير جدا وقليل جدا للاجئين السوريين. أنا متأكد أن الرقم يتجاوز 4,000,000 سوري. لذلك أشارت، هل يحتاج هذا الرقم إلى مراجعة؟ انضمت إلينا الآن أعتقد الزميلة ميساء حسين من مصر. ميساء مساء الخير، يعطيكم العافية. يعطيك العافية ميساء، وشكرا لك، يعني شكرا لكل الزملاء. ظروف صعبة من خلالها ضعف الانترنت في بعض البلدان، وأيضا ظروف قاسية. زميل مالك أبو الخير، زميل علاء عرنوس يعني معنا أيضا في العراء يحاول أن يرسم الصورة الحقيقية. شكرا لكل الجهود. ميساء، مباشرة كيف ترين وضع اللاجئين السوريين الآن في مصر؟ ليس خافيا أن هناك بعض التضييقات أو تضييقات على وجود السوريين بشكل عام. ما وصلنا السوري غير مرغوب به في مصر، كيف ما هي الحقيقة ميساء؟ هل هذا حقيقي؟ هل هناك فعلا أطفال سوريين الآن خارج المدارس؟ ما هي الأسباب؟ يعني أريد توصيف حقيقي لما يجري الآن في مصر بشأن اللاجئين السوريين. بالنسبة للاجئين السوريين في مصر، تم وصول عدد أعداد كبيرة جدا من السوريين ببداية الثورة، وصلوا إلى مصر، وكانت مصر فاتحة أبوابها مثل العادة، يعني كان يدخل السوري عادي بدون أي فيزا وبدون أي شيء، فكان كتير في ناس وصلت، وكل الناس اللي اجت جزء كتير كبير منها ما كانوا لاجئين بالمعنى أنهم يحتاجون إلى مساعدات يومية، كان جزء كبير منهم يريدون بس البحث عن الأمان أو نقل أعمالهم أو كذا، ولذلك في رؤوس أموال انتقلت خلال تلك الفترة، انتقلت أشخاص يعني غير محتاجين إلى مساعدة مبدئيا، وإنما يبدأون بنقل أعمالهم وتأسيس حياة جديدة في منطقة أكثر أمنا. بعد بسبب التغييرات السياسية التي حصلت في مصر، تم استهداف السوريين بشكل عام من الإعلام المصري على خلفية مشاركة بعض السوريين مع الحزب الذي كان حزب الإخوان المسلمين. نعم. فعلى خلفية مشاركة بعض السوريين أنشطوا أو هن كانوا أصلا بينتموا للحزب تبعه أو هن تلقوا مساعدات منه بغض النظر، تم تعميم الصورة على السوريين كلهم بغض النظر إذا كانوا لاجئين يحتاجون إلى مساعدات أو كانوا أشخاص يمتلكون إمكانية أن يعيشوا بأنفسهم يعرو أو يكون لهم تجارتهم الخاصة. فتم تضييق بشكل عام، تضييق أمني، يعني اللي بده يطلع ترخيص صار لازم يأخذ موافقة أمنية، والموافقة الأمنية للسوري ما بتطلع. إذا توقفت إمكانية دخول السوريين إلى مصر بدون موافقة أمنية مسبقة، وهذا يعني أنه في عائلات أزواجهم، سيدات بقية أزواجهم ببرات البلد يعني ما قدروا يرجعوا، في حدا أصلا كان عامل شغل وسافر لسبب ما رجع ما قدر يدخل، في أشياء يعني في أشياء كتير تم تضييق على الناس فيها. بعد هيك صار في صعوبة بأنك تحصلي إقامة أصلا، كمان يعني كل مرة كان في قوانين جديدة بتنزل بتضيق على السوري، يعني حتى آخر شيء طلع من كم يوم أنه في اللي بياخذوا وسترن يونيون إذا كانوا سوريين ما بيقدر ياخذ فلوسه إلا إذا كان عنده عقد إيجار رسمي في بيت مثلا. هل هذا بسبب بعض الأشخاص؟ يعني هذا كل برأيك؟ يعني أنت يعني دعينا نكون منصفين ميساء. نعم،
تمام، تم التضييق على السوريين على خلفية ذلك، ولكن الأمر أخذ يعني حجما أكبر، يعني لدرجة أنه مثلا حتى في ممثلين سوريين بالعادة فنانين سوريين بيشاركوا بأعمال مصرية تم إيقافهم بالمطار وإعادتهم مثلا، أو صار مشكلة لحتى دخلوا منهم عابد فهد وقفوا يوم كامل بالمطار حتى قدر يدخل مثلا مع أنه كان عقد شغل نفسي. يعني في تفاصيل أحيانا ما أنا مبررة منطقيا أنه طيب ليش هيك. طيب بشكل عام تم التركيز على أنه السبب الرئيسي هو التضييق بشكل أو بآخر، ونتيجة لهذا التضييق خلال السنة الفائتة كثير من السوريين الذين كانوا مقيمين في مصر أنهوا أعمالهم، يلي كانوا تجار حقيقة وكانوا عم يعملوا يعني مشاريع كانت تشغل سوريين، حتى لأنه في مصر لا يوجد لاجئين بمعنى أنه خيام ولاجئين، يوجد لاجئين مسجلين في الأمم المتحدة بيأخذون بعض المساعدات، ولكن يعني ضمن المساعدات تبع الأمم المتحدة، ولكن لا يوجد لا مخيمات لاجئين ولا يوجد احتواء بالمعنى الذي نراه في دول الجوار اللي حول سوريا. ميساء باختصار لو سألتك هل هناك أزمة الآن، يعني باختصار شديد برأيك هل هناك أزمة بالنسبة للاجئين؟ هل يحتاجون إلى تدفئة؟ هل يحتاجون إلى مساعدات عاجلة كما هو الوضع في لبنان، كما هو الوضع في الأردن؟ نعم نعم زميلة ميساء، الوضع في مصر أخف كثير من الدول الجوار، لسبب لأنه اللي وصلوا إلى مصر هنا ليسوا أشخاصا بنفس قدر الاحتياج اللي عند الأشخاص اللي بس مشوا على رجلين وطلعوا من الحدود، بس لأنه هدول وصلوا الطيارات. بس كمان في جزء كتير كبير من السوريين وصل إلى مصر لأنهم ينوون الرحيل عبر البحر إلى دول أوروبا، يعني وهذا يعني هي مثل منطقة انتقال. نعم. ولذلك يوجد كثير من الناس بتنام، ممكن تلاقيهم بإسكندرية بيناموا بالشوارع لأنهم بانتظار أن ينتقلوا عبر المراكب إلى أوروبا. إلى أوروبا هذا شق آخر ما يتحصر. نعم. لا يوجد حصر لهذا العدد، هذا العدد القليل. ويعني إذا أردتي أنه نقول في مشكلة بالنسبة للطلاب المدارس، ذكرتي بالبداية المدارس السورية التي فتحت بالبداية، في مدارس سورية كانت تدرس المناهج السورية هون بمصر على أساس الأهل أنه فترة بتعدي وبيرجعوا على سوريا، هدول انقفلت المدارس تبعهم، والطلاب إذا ما تم استيعابهم في مدارس مصرية ضمن مصرية الاستيعاب حيبقوا بالشارع. طبعا هذا موضوع آخر، موضوع التعليم ما وراءه، لماذا أغلقت هذه المدارس؟ وصلتني العديد من التقارير من زملاء حقيقة في الداخل المصري صحفيين، وكان يعني كانت إجابتهم منصفة، لكن أعود إلى ذاك الشق معك ميساء ربما في حلقة أخرى. أعود لك مالك. مالك سؤالي، هل كيف يمكن لمجتمع دولي جمع أكثر من 5 مليار دولار لمحاربة داعش يعجز الآن عن جمع 100 مليون دولار لإنقاذ أطفال سوريا أو نازحي العراق؟ فلسطين، ما يجري الآن فلسطين، عين العرب أيضا، كوباني، لاجئين في كل مكان، كيف يمكن لهذا المجتمع أن لا يستطيع جمع 100 مليون دولار؟ يعني سؤال برسم الإجابة لك ولي علاء أيضا، تفضل. هلا بالنسبة للأموال اللي عم تنجمع للإغاثة للاجئين السوريين أو مجال عمل الإغاثة للسوريين، للأسف نحن قبل ما يصير حتى بما يخص قرار الأمم المتحدة بتخفيض حتى حجم المساعدات للسوريين، بعز وجود أو بعز القوة اللي كانت موجهة للاجئين السوريين كان هناك في معاناة. هلا كان في معاناة واضحة بالنسبة للسوريين، إنه المساعدات كانت مقتصرة على كرتوني، يعني خلينا نحكيها بالكرتوني، مقدم فيها مجموعة من الوجبات اللي بتكفي تقريبا عائلة لمدة أقل من شهر، بالإضافة إلى بون في حال عند الشتاء مثلا بون مشان ياخد فيه مزبوط. هلا هي اللي كانت هي أقصى مساعدات اللي كانت مقدمة من قبل الأمم المتحدة، يعني البون اللي بيحصل من خلاله على مجموعة من المواد الغذائية البسيطة اللي بتكفي تقريبا عم بقول لك أقل من شهر، هي في حال هي بعز المساعدة بعز قوة المساعدات. وبالشتاء بتم تقديم بون كمان تاني ليحصل منه على التدفئة. حاليا السوري بلبنان خسر تقريبا قسم كبير من هاي المساعدات،
ونسبة كبيرة من العائلات تنفصل من الأمم المتحدة بحجة أنه ما قادرة أنه تقدم لها أي مساعدات على تقدم لها أي نوع من أنواع المساعدات نتيجة الضغط الكبير اللي صار عليها. هذا الواقع واقع سوري بأزمة كبيرة. هلأ إذا بدنا نروح باتجاه الثاني أن الأمم المتحدة ما قادرت تجمع بينما عم يجمع بالنسبة لداعش، هناك شق سياسي وهناك عملية سياسية وعملية متاجرة سياسية أنا بسميها من وجهة نظري، أن الأمم المتحدة أو خلينا نقول المجتمع الدولي عم يحارب داعش وهو على الأرض ما عم يحارب شيء لداعش، يعني ما عم يقدم الشيء الحقيقي. لو بالفعل بدي حارب داعش بشكل حقيقي محاربته بتكون بشكل مختلف، وهذا شق آخر منفوت فيه طول الشرح فيه. تمام. لكن في اتجاه ما معين دولي على إبقاء هذا الصراع إلى أكبر حد ممكن. هلا هي العملية رايحة باتجاه منحة اقتصادي أو منحة سياسي أو منحة تناحر دولي إلى ما نهالك، هذا كله نحن مالنا فيه. لكن في نية ما معينة لإفراغ سوريا من كوادرها وشبابها، وهذا الشيء اللي نحن أنا ممكن كإعلامي استخلصه. بمعنى الداخل السوري حاليا حتى بالمناطق التابعة على سيطرة النظام واللي هي تعتبر مناطق إلى حد ما فينا نقول قادر السوري إلى حد ما يعيش فيها، لكن حتى هاي المناطق السوري عم يهج منها باتجاه دول اللجوء الأوروبية وعم يروح يموت بالبحر كرمال أنه يوصل. بالمقابل الموجودين بالمخيمات إن كان في سوريا أو في الداخل السوري أو في لبنان أو باقي الدول ما معينة عم يتم تضييق عليهم بطريقة أو بأخرى، وكأنه هناك في اتجاه لا عودة إلى سوريا لكن روحوا بالبحر باتجاه دول أوروبا واللجوء خارج الأراضي السوريين. ما في حل، وكأنه هناك في سياسة دولية مقصودة لعدم عودة السوريين. لو بالفعل المجتمع الدولي، هاي بحكيك الصراحة، بده يساعد أقل ما يمكن، يفرض منطقة آمنة بس بيحمي من طيران النظام السوري انه يخبط فيها، هاي المنطقة سبقا انا وبدون مبالغة بأكد لك في حال وجودها كل اللاجئين او نسبة كبيرة من اللاجئين الموجودين في لبنان تحديدا جاهزين انه يرجعوا يعيشوا فيها ويبنوا مخيماتهم ويتحملوا كل الظروف المقابل انه يكونوا على ارض بلدهم. هاي اذا بدنا نحكي على مستوى بسيط، لا يقدموا مساعدات لا يعملوا اي شيء، بس يعطوا منطقة امنة من قصف طيران الاسد يكون فيها السوريين قادرين يرجعوا ويعيشوا ضمن بلدهم ويبنوا مخيمات. مالك من خلال رصدك حتى مالك اتمنى ان يعني هنا هذه المعلومة مهمة جدا، هل ترى من خلال واقع تغطيتك لما يجري الان في لبنان ان السوريين البسطاء راغبين في العودة الى رغم الظروف القاسية الى وطنهم، هل ترى هذا؟ صدقا 90% من السوريين الموجودين بالمخيمات أو حتى المستأجرين ضمن بيوت بلبنان اللي قادرين أنهم يشتغلوا ويستأجروا، 90% منهم بانتظار فرصة واحدة فقط، مش فرصتين، فرصة واحدة فقط للعودة إلى الداخل السوري والعودة إلى أراضيهم. السبب أنه حاليا بلبنان في اللاجئ السوري صار تحت الإطار السياسي، بمعنى أي عملية عسكرية عم تصير داخل سوريا مع الأطراف المتحاربة اللي عم تحارب من لبنان عم تحارب ضمن سوريا، أي عملية فعل أو رد فعل عم يكون السوري هو رد الفعل عليه. تمام. هو اللي عم يكون مفش الخلق من قبل كل الجهات والأطراف المتحاربة. بالنهاية السوري حتى أصبح للأسف نتيجة بعض وسائل الإعلام اللبنانية اللي هي بيعتبر إعلام غير واعي وإعلام محرض اللي بلش يحط اللاجئين بخانة المتهم والداعم لداعش، بينما هو لاجئ بسيط يعني يلا قادر حتى يأمن وجبته. للأسف عملية التحريض السياسي الموجود ما بين لبنان وسوريا وعراق والأردن ومصر وإلى منالك السوري فقط هو اللي عم يدفع ثمنه. السوري بالنهاية صار ضد الخلاص، وأكد لك في حالة توفر فرصة معينة حتى لو منطقة بسيطة، يعني أعطيك مثال جرود عرسال هي منطقة واقعة ما بين الحدود اللبنانية والحدود السورية وهي منطقة غير آمنة ومنطقة ما فيها شيء حتى بير مي يشيلوا منه مي يشربوا منه مي. لما صار في تطيق ومعارك بعرسال نسبة كبيرة منهم فضلوا يعيشوا بالجرود. الجرود هي منطقة صخرية وعرة وكهوف يعني ما بينعاش فيها. السوريين كثير موجودين بعرسال فضلوا يعيشوا بالجرود ويتحملوا القصف وقلة الأكل، وفي منهم أطفال معهم ماتوا تحت البرد، ولا أنهم يرجعوا إلى جو المخيمات وجو الفعل ورد الفعل اللي هني عم يكونوا دوما الضحية له. يعني ضمن أطراف النزاع بشكل عام، يعني نحن اللي مع النظام واللي إن كان الأطراف الأخرى، مالك يعني دعنا نكون منصفين، هناك أكثر من فريق يتحارب الآن على الأرض السورية، صحيح؟ نعم أكثر من فريق على الأرض السورية. طيب تخليني من الـ اليأس، رامي حسين
من هولندا زميل رامي أيضا، يعني وضع المهاجرين الذين حملوا عبء ترك الأهل الوطن بحثا عن الأمن حياة أفضل، تجربتك رامي في هذا الخصوص والتي تابعتها بشكل لصيق، يعني أتمنى أن أستمع معك إلى هذه التجربة التي ربما هي تجربة أعداد كبيرة من السوريين فضلوا أن باختصار شديد أن يرموا بنفسهم في البحر على الظروف القاسية التي يعيشونها في دول الجوار. رامي إليك تجربتك. أولا تحية لك وللسادة الزملاء، وشكرا كثير على المعلومات الكثير الكبيره اللي قدمتوها. هي تجربه اول شيء اللاجئ السوري في بلدان دول الجوار وتضييق عليهم كثير كبير، صار الشخص ما يقدر اصلا، هو لا قادر يعيش بالبلد هي اللي حوالي سوريا ولا قادر يرجع على سوريا تحت القصف وتحت الدمار، مثل ما تفضل الاستاذ مالك انه اذا بيعملوا منطقة امنة ممكن يرجعوا، بس لحد الان المجتمع الدولي ما قرر يعمل منطقة امنة. فهو صار يبحث عن شيء لا يطلع ما عم بسمعك منيح رامي. نعم تفضل رامي تفضل. في دول اوروبا تحديدا يعني صار اللاجئ السوري يفكر انه يطلع مغامر بحياته، مغامر بروحه ليوصل لاوروبا ليبني مستقبله، يبحث عن حياه امنه نوعا ما بدون تضييق بدون شيء، لانه الدول الاوروبيه طبعا بمعظمها تحترم حقوق الانسان وشؤون اللاجئين والى اخره. عانى اللاجئ السوري من دخول من كثير مضايقات في الأردن. نحن سمعنا آخر فترة يعني من 4 أو 5 أيام على مستوى في المملكة الأردنية الهاشمية تم طرد بعض الجرحى، يصل عددهم إلى 15 جريح إلى سوريا تحت القصف، وهن بعدهم ما كملوا علاجه. نعم هذا نعم. يعني رامي أتفق معك، ما يجري الآن بسبب أيضا يعني بعض الدول، لبنان العراق عذرا لبنان الأردن، يعني دول ربما صغيرة صار في عليها ضغط كبير، صار في نوع من كما وصلني نوع من حاجة أمنية إلى ضبط الداخلين إلى هذه الدول. تحت هذا التوصيف ربما كما أشار الزميل مالك أبو الخير وأتفق معه والزميلة ميساء، تجيش إعلامي غير منصف لي يعني حشر اللاجئ السوري البسيط ضمن هذه الأزمة، كل هذا موضوع يعني متشعب ونغطيه في حلقات سابقة. أود مباشرة الدخول في تجربتك، أنت من خرجت من الأردن بسبب أوضاع وظروف قاسية، حدثنا عن رحلتك وأتمنى أن أستمع أيضا إلى سيدة معك الآن في خلال دقيقتين تحدثنا فيها عن تجربتك، كيف يعني وصل بك اليأس إلى درجة أن رميت بنفسك في البحر إما النجاة أو الوصول إلى أحد الدول الأوروبية؟ نعم أنا في البداية يعني ما قدرت أعيش في الأردن بسبب المضايقات، ما قدرت أرجع لسوريا لأنه ما عاد أستطيع السفر ولا، وبتعرف أنت من طبيعة عملنا أنه نسافر وهيك شيء، فاضطريت انه وحتى جواز السفر السوري يعني في الاردن ما في مثلا انه بدنا نشتغل بالاردن ما عم يعطونا وثيقه العمل اللي نقدر نحن نشتغل فيها. فانا وصلت لدرجه انه نحن صرنا 4 سنين ما في يعني ما عملت شيء انا بحياتي، ما في شيء، بدي ابحث عن حياه امنه، بدي ابحث عن الاستقرار، ولو بعيش يعني لو حتى بتكلفني حياتي بس انه الاقي استقرار. نعم. وصلت فيها حالة اليأس، انا تقريبا 4 شهور وانا يعني قاعد بالبيت لا بطلع ولا بفوت، وبس طبعا خوفا من اعتقالي وارجاعي لسوريا. نعم. اضطريت انه احجز على الجزائر، طبعا طلعت من مطار عمان للجزائر العاصمة، ومن الجزائر العاصمة اتفقت انا ومهرب تم تهريبي الى تونس، عبرت الأراضي التونسية كليات على مدينة اسمها بنقردان على الحدود الليبية، بقيت في بنقردان تقريبا 6 أيام إلى أن اتفقت مع مهرب ليبي إلى نقلي لليبيا، طبعا بالصحراء،
وبعدها من بعدها نقلوني إلى مدينة زوارة على شواطئ ليبيا. بقينا 15 يوم تقريبا في زوارة، ومن ثم غامرنا وركبنا بالبحر في رحلة موت، يعني رحلة عذاب. طبعا كان الوضع كتير سيء، أطفال نساء كلياتهم ببحثوا عن حياة آمنة، حياة مستقرة بدون قصف بدون تهديد من أي حدا، ليطلعوا يوصلوا لأوروبا يعيشوا حياة حلوة، يعني ما يكونوا هن تحت ضغط لكل شيء، مثل ما تفضل الأستاذ مالك، لكل شيء صراعات سياسية في المنطقة، وفشة الخلق بتيجي بالسوري، يعني بتيجي بالمواطن السوري أو بالشعب السوري. نعم. وصلت لأوروبا وهي أنا هون يعني هلأ معنا. طبعا يعني كانت رحلة شاقة، يعني شهدنا العديد من المآسي التي حدثت. يعني قارب يستوعب مالك قديش كان عدد الموجودين على القارب؟ معظمهم كانوا سوريين. نعم، كانوا من سوريا، من المغرب، ربما يعني بعض البلدان الأخرى. نفس حالة اليأس يعني اللي بيصل لقلق الإنسان، يعني حتى يرمي نفسه في البحر، يعني يا بيعيش يا بيموت، ما في عنده خيار ثاني. نعم. احنا كنا ايه يعني تماما مثل ما تفضلتي، يا بيعيش الانسان يا بيموت. نعم. يعني نعم. خلص انه اذا زبطت معي زبطت، ما زبطت احسن، يعني برتاح. نعم. من مآسي هالحياة ومن الضغط اللي عم بعاني. كم كان عدد الموجودين على القارب؟ كنا تقريبا كنا على القارب 729 شخص. 729. نعم. نعم، هو قارب صغير، يعني ما بستوعب هالعدد هاد، بس طبعا هن تجار بشر بالنهاية، يعني نعم. بدهم يكسبوا قد ما يكون يعني مصاري، وبس انه بيحطوا ويلا الله معكم. طبعا مافيا، وهذا ايضا موضوع كبير جدا، ونعود لفتح هذا الملف، لكن اود ان ان ان, أن يعني اشاره الى ما الى اليأس الذي يدفع السوري الان الى الموت، في قوارب الموت، يعني اكثر من حادثة مؤسفة تابعها الاعلام، موت وغرق اطفال ونساء وكبار في السن وشباب ايضا، من حالة اليأس التي وصلوا اليها. رامي، في عنا سيدة بحب انه تشاركنا. بس بدي بحب نوه بس لآخر تقرير كان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتابعة للأمم المتحدة، انه 2500 مهاجر غير شرعي عبر قوارب الموت لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، 2500 لاجئ. طبعا وصل لأوروبا في عام 2013 60,000 لاجئ، وفي عام 2014 130,000 شخص وصلوا لأوروبا عن طريق قوارب الموت من ليبيا ومن تركيا لليونان ومن ليبيا لإيطاليا. رامي، في معنى سيدة كمان بحب توجه رسالة. نعم. الآن إلى من يستمع إلينا سريعا لو سمحت. رامي، أهلا يا هلا. صباح الخير سيدتي. صباح الخير لإلك. صباح النور، أهلا عليك. أنا سورية زمانا. نعم. وأنا طلعت من مصر. نعم. بقوارب الصيد ورحلة الموت، قعدت أنا بالقارب 8 أيام، ما في أي على القاعد، قاعد بس هيك قاعدة، مو ما في مجال واحد إنه لا يتسطح، لا ما في هالشي، يعني موت بحد ذاته. نعم. طلعنا من سوريا أجمالا من موت، وما قدرنا نكمل بمصر، فحاولنا نطلع لبرات مصر، ما في قدامنا إلا البحر، نهرب من الموت على الموت، وإذا الله نجانا طبعا هي، والحمد لله وفضل رب العالمين الله نجانا، وصرنا هون بأوروبا. بس بحد ذات الرحلة كانت موت، 8 أيام موت، موت حقيقي. في كان معك أطفال سيدتي؟ في معك أطفال؟ لا والله، أنا بس بالقارب في كتير، في حتى طفلة عمره 40 يوم. نعم. معنا كان القارب ما يقارب 748 شخص فيه. وفي متعددين الجنسيات، في معنا فلسطينيين وعراقيين طب الآن اللي عم يسمعنا سيدتي، يعني أنت الأمام مجال مفتوح قدامك، وجهي رسالة إلى من يسمع إلينا الآن باسم سيدات سوريا، باسم أطفال سوريا. الآن الأزمة، الأمم المتحدة تقاعست عن برنامج بسيط للتدفئة، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يعني هل نسكت؟ هل نساهم في موت سوريا، السوريين، أطفال، نساء، كبار في السن، عراقيين؟ يعني وجهي رسالة لو سمحتي باسم السوريين. بتمنى يكون في تبرعات وتحرك، العالم تتحرك تساعد هاللاجئين، تساعد اللي بقلب سوريا كمان وبمناطق الجوار، وبالفعل يعني وكل الأحوال
بدهم مساعدات، بدهم تدفئة، هي أهم شغلة. الأدوية، ناس بجد محتاجة أدوية كتير كتير، سواء بسوريا أو برا سوريا. كتير في تضيق على هذا الموضوع خاصة بسوريا، في اللي معهم الأمراض المستعصية، هي أكيد شغلة مو قليلة. أنا واحدة من الناس، عندي كان مريضة غسيل كلى، كتير عانينا بمصر من هالأزمة كتير كتير، مو بس شوي يعني، بدها أدوية والأدوية غالية، وحتى يعني ما إلها معاش تقدر تغطي الأدوية تبعها. نعم، يعني بجد أهم شغلة كلها ككل، أنا ما عم بحكي عن تجربتي كشخص أنا. نعم. لا، عن الكل، عن اللي أنا عم أتحدث شوفه. باسم كل اللاجئين، بكل اسم، باسم الإنسانية. نعم. باسم السوريين، باسم العراقيين، باسم باسم لاجئي كوبانيا أو عين العرب، باسم كل طفل، باسم كل امرأة سيدتي. طبعاً. نعم، باسم الإنسانية نتحدث هنا طبعا. أعود 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 لك سيدتي، لكن خليني اسمع من علاء. علاء في العراء، يعني علاء تصورك الآن كيف يمكن أن نكون جزء من الحل؟ على أنا آسفة، أحاول أن أغطي الصورة كما هي لمستمعينا، ساعة من الزمن لا تكفي أبدا يعني. ليلى، بس أنا أولا أعتذر أنه مداخلتي ستكون محدودة كون الظروف الأمنية بدأت تسوء قليلا. لدي نقطة هامة، قبل فترة قصيرة كنت متواجد في لبنان لتغطية وثائقية خاصة. أريد أن أزيد على الزميل مالك وما تحدثت به مشكورا، أن لبنان ببساطة واختصار شديد لا تملك الأرضية الكافية التي تسمح لها أن تكون دولة مضيفة لأي نوع من اللاجئين. ما يحصل في الداخل اللبناني من اقتتال بين 18 أو 21 آذار بين فريقين الشباطيين أو الآذاريين أو غيرهم. على أحاول أن أبتعد قدر المستطاع عن 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 توصيف الحالة السياسية، يعني أغطي الآن الحالة فقط الإنسانية. يعني سؤالي لك لو سمحت على هذا. نعم. هذا هذا أمر مرتبط. أنا نعم. الآن لدي سيدة هنا موجودة قادمة من لبنان. نعم. لهذا السبب يعني أمر مربك للغاية. بلد لا يستطيع أن يستضيف بأي شكل لاجئين، يعني يتكسب ماليا من موضوع تواجد اللاجئين السوريين، ولكن اللاجئون السوريون هم بشكل أو بآخر أكثر من ضحايا داخل لبنان. يعني عم يهربوا من منطقة النظام، فجأة بيجيك سندان اللبنانيين سواء معارضة أو موالات، يعني مؤيدين أو غير مؤيدين لوجود يا مالك يا علاء. يعني هناك أيضا العديد. نعم. السيدة المتواجدة هنا قربي، يعني التقيت فيها بالصفة. نعم. وتحمل أكياس، تحمل أغراض، وهي قادمة من لبنان تعود إلى معظمية الشام بلدها بعد أن هجرت منه لمدة سنتين. ليس لديها بيت، هي تقف الآن أيضا يعني في الشارع، تريد أن تسكن في بيت، أن تجلس في بيت، ليس لديها بيت، بيتها مدمر بالكامل. نعم. تعاني من من من, من سعال حاد، من زكام، و يعني أشكرك. ما بعرف أشكرك. سيدة هند تفضلي، يمكنك أن تسألي بنفسك ليلى. نعم سيدتي تفضلي، لك الأثير. حلو سيدتي، صباح الخير. سريعا لو سمحتي، يعني اسمعينا ما صوتك، ماذا تحتاجين؟ يعني الداخل السوري يعاني الآن، أمامك يستمع العالم إلى هذا البرنامج الذي يعني هدفه بالأساس إنساني بحت، تغطية الأحداث من الناحية الإنسانية. يعني لدينا دقائق قليلة جدا، أود أن أختم بها مع الزملاء. تفضلي سيدتي. أريد منزل، بيت أقعد فيه، ما في لا بيت لا في، كله مدمر. يعني بيتي أنا تركته وطلعت من سنتين، وهنيك وضع بلبنان مزري جدا، لا بيوت، لا إقامة مثل العالم، لا استقبال، لا كذا، كله ما في شيء أبدا. بدي بيت أقعد فيه، بدي إنه نرجع يعني إنه الواحد يلاقي بيته، يلاقي كله مدمر، كله مسروق، كله رايح، كله كذا، ما في شيء. الواحد إنه في بدنا أدوية، دواء هون كمان حتى دواء ما في، يعني بيمرض الواحد ما في دواء، ما في كذا، يعني ما يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. انه يعني بنروح على الدكتور، ما اذا بدك هيك بدك تطلع لبرا، ووضع الامن، وضع الحواجز، وضع كذا، ما في، ما بيسمح لشيء ابدا. نعم. طيب سيدتي، سؤال فقط، يعني موضوع الحواجز الامنيه وانت داخله الى المدينه عن طريق دمشق، عن طريق العاصمه، الحدود، الطريق العام، هل هناك تهديدات جدية من الحواجز الأمنية؟ هل هناك تضييق على الناس النازحين أو العائدين؟ نعم
في يعني كله ممنوع تطلعوا، اذا بدكم تطلعوا بدكم تتذبحوا بدكم كذا، ما في ما عاد في طلع يعني برات، بدكم تفوتوا بدكم تضلوا هون او يعني ما ممنوع كل هدول. طبعا ليلى هذا ما سمعته ايضا من شهادات اخرين عائلتين معظمهم. نعم افهم 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 جيدا، لكن للاسف يعني الوقت ضيق جدا لتغطيه الشق. طبعا هذا يندرج تحت الازمه الانسانيه ومعاناه اللاجئين كما اشار الزميل مالك. مالك في اقل من دقيقه، كيف يمكن ان نكون جزء من الحل؟ كيف يمكن لنا أن نساعد؟ يعني الآن أقود حملة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الإعلام، يعني الإعلام سلاح ذو حدين كما أشرت، إما تحريضي أو إنساني بحت. ما أقوم به إنساني بحت. مالك كيف يمكن أن نساعد باختصار شديد لو سمحت؟ مالك مالك فقدنا مالك. طيب نعم مسعود أتوجه لك بالسؤال، كيف يمكن لنا أن نكون جزء من الحل؟ يعني عبر هذه البرامج يجب أن نسمع العالم ما يجري في سوريا، يعني أوضاع اللاجئين في دول الجوار حتى في الداخل السوري كما سمعنا من السيدة الآن في دمشق، في دمشق. يعني التسليط الإعلامي مهم جدا، كتابة القصص الفردية، يعني الإعلام الغربي يركز على القصص الفردية، قد يهتم بمقتل طفل من الجوع بسبب الجوع أكثر من اهتمامه بمقتل 100 إنسان يوميا في سوريا بسبب البرابين المتفجرة. يعني دور الإعلام مهم جدا ليلى، أيضا التواصل مع المنظمات الدولية، أيضا إقامة الحملات والكامبين يعني لدعم اللاجئين ودعم النازحين. يوجه لي مسعود يوجه لي السؤال مرارا وتكرارا من مستمعينا، أين هو دور الشعوب العربية؟ أين هي يعني فيما يحدث لمهجري يعني سوريا العراق فلسطين، يعني أين دورهم؟ 500 مليون دولار يا مسعود. ليلى نحن لسنا في محكمة لمحاكمة الشعوب العربية، كل إنسان يعبر عن ضميره. يعني هنا في النرويج أحيانا إذا قلت فقط أنا سوري أرى رجل عجوز يبكي فقط يقول ماذا جرى في سوريا، لماذا كل هذا الدم؟ نعم. وفي نفس الوقت يعني الأخوة العرب والمسلمون يعني برأيك التقاعس يعني التقاعس من الحكومات من يا مسعود، خلينا نوصل أنا وإنت لحل. يعني هل تقاعس من الحكومات برأيك الشعوب متعاطفة بما يحدث؟ نعم الحكومات والحكومات يعني مدانة 100% والشعوب متواطئة مع الحكومات. يعني ال- 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 هنا الكنيسة مثلا تقوم بحملة لجمع تبرعات اللاجئين السوريين، لماذا لا تقوم الجوامع بنفس الأمر في البلاد العربية والإسلامية؟ يعني قلنا وسلمنا أمرنا لله أن الحكومات هي متورطة في الدم السوري بطريقة أو بأخرى، لكن ما الشعوب مطالبة. يعني نعم أنا أشعر بالحزن عندما أرى يعني سعودي أو إماراتي أو كويتي يشحط بالسيارته أو يشفط لا أعرف ما المصطلح، سيارة حقها 50-60 ألف دولار ويحرق دواليبها فقط ليظهر نفسه في فيديو مدته 30 ثانية، أو يقوم بتحطيم الآيباد والآيفون، شراء جهاز آيفون اليوم يعيل عائلة سورية شهرين في سوريا. يعني أنا لا أريد للناس أن تأخذ من فمي أطفالها، لا مطلقا، لكن هناك طرق للمساعدة، من الأموال يمكن أن تتبرع بها. هناك من يدعم داعش من الدول العربية من رجال أعمال العرب، برلمان الكويتي قال أنا داعشي هذا ويدعم داعش، هذا لو يدعم السوريين في الأردن أو في لبنان أليس خيرا أن يدعم داعش التي تذبح السوريين؟ شكرا لك مسعود. لم يبقى لي إلا أن أشكرك زميلي العزيز مسعود عكو، كنت معنا من أوسلو. أيضا كل الشكر للزميلة ميساء حسين من مصر كانت معنا، وأيضا رامي حسين من هولندا، وكل الشكر للزميل مالك أبو الخير من لبنان، وأيضا الزميل العزيز علاء عرنوس من الداخل السوري. نعود معكم لنفتح ملف اللاجئين ونكون صوتكم في الإعلام. ليلى الحسيني تحيي كل من تابعنا هذا اللقاء، أشكركم، إلى اللقاء في برنامج قادم إن شاء الله، وأعدكم أن يكون ملف الإغاثة أول الملفات المطروحة على الطاولة. شكرا للجميع، تحياتي.